قبل قليل واحد من جماعة العلاء يقول لي تعال رد علي، أو هو يقول لك الشيخ علاء. قلت له متى صار شيخ؟ يعني هو مو شيخ. سألت المكتب قال لي بالخمسة الصبح تعال سجل اسمك. بالخمسة الصبح؟ شنو بالخمسة الصبح؟ والله يا عزيزي ما أعتقد أكو شيء. اللي عارفه أنه الناس تتجمع من وقت ويدخلون، لا أكو تسجيل ولا شيء. فقلت له أنت شلون هذا صاحبك علاء يقول حنان اسم مرة، يعني اللي موجود بالرواية يقول لي اسم مرة. قلت له بابا ما عندنا مرة اسمها حنان، قبل الناس ما تسمي المرة حنان، ماكو اسم حنان مستخدم سابقا. لما يقولون بالرواية حنان يعني رجال، رجال اسمه حنان. فهم معشعش في عقولهم الشيء اللي سامعيه، الشيء سامعيه بالشارع واللي عايشينه بين الناس وكذا. فمن كل عقله يقول لي حنان اسم مرة، ما يعرف الفرق بين الاسم وبين المصدر. النتيجة بالنتيجة الناس إذا تريد تستفيد من وقتها تقدر تستفيد من وقتها، وإذا تريد تضيع وقتها تقدر تضيع وقتها. يعني الناس التي تمشي وراء واحد ما يفرق بين الرجل والمرأة، ما قارب حياته واحد راوي اسمه حنان، أو لما نقول ابن أبي عمير وابن أبو عمير عندنا اثنين ابن أبو عمير وابن. فالعقول، العقول هذه إذا يجي كل واحد ويقودنا ممكن يأخذنا بكيفه، يعني هو يأخذنا على مزاجه. لكن إذا عقولنا تعمل ما يقدر يأخذنا على مزاجه. نحن راح نقول له لحظة اعطينا مجال، وين رايح وين ماشي. فهذه الناس لما واحد يشوفها